عندي بنتي عندها 15 سنة وبتقوم الصبح دايما تعطس تعطس، ووديتها لكذا دكتور انف واذن، والله يبارك لك في عمرك، وعمل لها اشعه على مناخيرها وبتاع وما فيش فايده. فطبعا ما انا ما عملتلهاش لوز ولا حاجه ولا محميه. سنها قد ايه يا فندم؟ سنها 15 سنه. تمام. الاعراض اللي المصاحبه للعطس ده ايه تاني غير العطس؟ هي بتحتفظ بس يا دكتور، كل يوم الصبح تقوم تعطس، كل يوم الصبح. كويس. وبعدين على طول على طول كل يوم. بقيه النهار اخباره ايه؟ لا بقيه النهار ما بتعطس، بس اذا شمت شطه ولا حاجه، انما في الصبح بس، اول ما تقوم من النوم تفضل تعطس على طول. كويس. لمده قد ايه؟ على طول يا دكتور على طول. لا لمده قد ايه بتعطس الصبح؟ بتعطس الصبح مثلا 20 مره كده ولا حاجه. تمام. وتتوقف يعني في خلال قد ايه؟ نص ساعه، نص ساعه كده. اه تمام. وبعد كده بقيت اليوم يبقى طبيعي؟ بعد كده بقيت اليوم ما بتعطس، لا 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 ما فيش خالص عطس لا. تمام. والبنت عندي بنت صغيره عندها 8 سنين، دايما تدي لها سخونه والتهابات في الحلق، تدي لها سخونه والتهابات. فرحت لدكاتره زي حضرتك كده، قالوا لي لا ده ما عندهاش لغز وبتاع، بس بتشكي من رجليها، بتعب من رجليها، وهي نحيفه نحيفه خالص. يعني وزنها اقل من سنها. تمام. طيب تمام. انا بشكر حضرتك جدا. الله يرضى عنك يا دكتور، عايزه استفيد من حضرتك. دكتور هيرد على حضرتك. حاضر. طبعا غالبا ده نوع من الحساسيه، طبعا بيكتمل التشخيص مش مجرد الهيستوري، بالفحص برضه يعني يفضل الفحص. من كلامه بتقوم الصبح يحصل نفس الكلام اللي احنا بنقوله، جيوب عايزه تفضي اللي فيها، بدات لما تحرك الطفل اتحرك بدات الجيوب تفضي اللي فيها، فعملت زي اريتيشن او تهيج الاغشيه المخاطيه الموجوده، فعطست بتفضي الجيوب الانفيه. حاله كلاسيكيه جدا زي ما بنشوف. لو الموضوع ده طول السنه زي ما هو اثار، ضروري من التدخل طبعا، ما هي برضو شكوى سخيفه، بس هو بيقول لي ان بقيت يومها كويس، فالموضوع ما هوش هو قاصر على فتره الصبح بس لما بتقوم من النوم. الطفل ممكن نديله لوكال او كورتيزون موضعي، بتاخد بخه واحده بس من اي موجودين في السوق باسماء كتيره قوي، في كل فتحه انف. ده بيشتغل موضعيا، وزي ما قلنا معدل امتصاصه من الاغشيه المخاطيه للدوره الدمويه اقل ما يمكن، فغير مؤذي. كلام عن الكورتيزون، فهو التهابات الحلق بتاعت بنته الصغيره يا ريت تفحص برضو، ان الاطفال بيجي لهم التهاب الحلق بمعدلات كتير قوي عن الكبير زي ما قلنا، لان مناعته مش بذات التطور زي الكبير يعني، فسهل يلتقط العدوى الحلق، خصوصا الحلق ان هو اللي في المواجهه على طول للشارع اللي هو فيه كان ولا حاجه، فيلتقط العدوى بسهوله جدا او يلتقطها من زملائه في المدرسه او في المحيط اللي هو فيه. ما ابسط العلاج، والاهم حاجه في الاطفال النصيحه للوالد هو الغذاء، يعني غذوا اطفالكم، دفوا اطفالكم كويس قوي، كل العوامل دي مرسبه او بتؤدي الى ضعف المناعه وخلل في المناعه، وسهل جدا يلتقط معاها حساسيه او عدوى بكتيريه وخلافه. لكن لو اتغذى كويس، خصوصا الغذاء البروتيني والغذاء الغني بفيتامين سي، دول هيفرقوا جدا مع مناعته، وبالتالي عدم تكرار اللي بيحصل للأطفال في الفترة دي.